كم هوية هو راح يقدم شنو؟ سوية وين اللي هذا؟ هو لا هو هجرة هذا ما يهمنا ما يهمنا ان شاء الله ما يهمنا لا داعش ولا غير نسحقهم سحق عافية بالابطال عافية عافية ان شاء الله خير لاكو 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 بون هاي ها السلام عليكم السلام عليكم الله وبركاته شلونك والله صورنا بس خلي شويه يصير عندهم حركه لقدام حتى ابو شغل يقدر يشتغل مو علينا اساس الراس هذول غير افواج شلونكم شباب شلون المعنويات اوكي معنويات عاليه ان شاء الله خير من الله ان شاء الله بحال الله شلون نشوف الدواعش دا يقاومون ولا لا والله جايين ينسحبون اكثر شيء جايين ينسحبون ان شاء الله ما بقى شيء بس هاي المنطقه المقابلنا هنا شو اسمها هاي المنطقه من هنا راس الجاده وهذا الملعب مال موصل الملعب ملعب ايه تمام الملعب هذا وين ان شاء الله ما بقى شيء يعني ان شاء الله اليوم تنتهي ماكش يا ماكش يا معلقات يا روح Thank you.
تطلع من السيارة يعني. نفس مكاننا. اي والله تطلع يعني. لا والله. وين؟ بعدك ما وصل. انا مقابلنا ملعب طبعا ملعب الموسم مع راس الجادة. لا زين سريع باتجاه منطقة راس الجادة وقوم البانش بخانة وقال المقابلين من ملعب الموصل ملعب راس الجادة قرب من منطقة الزيجة اليوم وجسم الخامس وقال الموصل قليل المقابلين كلها تقوم الملعب راس الجادة جامع نور الكبير وهي منطقة الطوافة طبعا محررة بالكامل على أيادي أبطال الرد السريع والثقة الاتحادية تم تفكيك عجلة مفخخة موجودة داخل الفلكة وتوجد أيضا عبوات تم تفكيكهن ومسيطرة عليهن والحمد لله وحاليا احنا باتجاه بالتقدم إن شاء الله وما بقى شيء إن شاء الله ونطمن أهلنا بالموصل بين احنا على عهدنا وباقين وياهم الآخر نفس إن شاء الله. هاي المنطقة اسمها راس الجادة وحاليا مستمرين باتجاه الملعب والجسر ذاك الثاني من هناك القريب ان شاء الله الجسر الخامس ان شاء الله. قوات الرد السريع اللواء الاول فوق الثاني احنا هاي الجادة راح ندخل ما بقى شيء ونبشر اهل الموصل جايين وما بقى اي شيء الحمد لله والشكر ما بقى اي شيء وداخلين كلش هاي راس الجادة وراح ندخل لها وان شاء الله بعون الساعات القادمة ندخلها ونحررها بالكامل. شو معنويات المقدمة؟ المعنويات فول 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 الفول رئيس عرفات. شو تنظيمات الدواعش؟ تتواجد منهارة قدامنا جاي يشردون قدامنا هسه خذينا شبر جاي اسد بي قدامنا شردوا حرقوا كوبيتين حرقون ومشوا اي شيء منهارين كلش. الحمد لله وشكر تقدمنا وهسه ان شاء الله ساعات قليله وتخلص المعركه. هاي منطقه راس الجاده؟ اي هاي راس الجاده. كل هاي المحاصرين جوا داخل والله ان شاء الله هم صبروا ما بقت ان شاء الله هالكم ساعه وهالكم يوم مو يعني مو هوايه خلصت ان شاء الله خلصت. هاي العبوه ناسفه تم تفكيكها على ايادي ابطال الرد السريع Come on.